بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يوتيوبرز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير، إن شاء الله عافين متعافين إن شاء الله يا رب العرش العظيم. يوتيوبرز اليوم حكمت لي على ماكرول، ماكرول هذا حوت اسمه في الجزائر بالفرنسية ماكرو، بالانجليزيه ماكرل، بالعربيه زفينجلينغ، عندكم بالعربيه ما نعرف اسمه. المهم هذا من فصيلة شغل حوت مزيت، شغل سردين، شغل دونك نشاور على بركه الله ان شاء الله نروح اللوكل سوبر مارشي تاعنا اللي هو اسمه تيسكو، هو ينشان كبيره شويه في الانجليز، يعتبر واحد من الاكبر سلسله تجار مركز تجاري في بريطانيا. على بركة الله نلاقوا تحوسوا شوية هكذا، انا رايحين تيسكوز نشوفوا لا عندهم الماكرو ولا لا. البارح ضرب دارة قالوا لي خلاص يجي اسمه يجي بكري ويروح بكري، خاطر يبيع شوية رخيص ما شاء الله، واحد 3 بوندات الكيلو 3.5 اكشولي. دونك نروح نضربوا دارة ونشوفوا كيفاش هيا تمتعوا بالحال تاع الانجلي. شوف شحال السميشة 35 دوغري و حالة هذه هي. درك احنا رانا في شمال بريطانيا في مدينة لوتون التي تبعد على بريطانيا على لندن، سامحوني لندن واحدة 40 حتى 50 كيلومتر شمالا. هذه هي دونك في طريقنا الى سوبر مارشي تيسكو اللي ماشي بعيد عليا بزاف، واحد 2 كيلومتر منين نسكن انا. هكذا مازلنا في طريقنا الى تيسكو. الحال تاع اليوم شغل مغيم كاع، الحال تاع اليوم تاع تبرطيح تاع رقاد. تيسكو رانا وصلنا ليه، راهو على الشمال على لاغوش، غير ندورو هنا الدورة. شوفو خاوتي نوريكم بار اكزومبل ليسونس سو نورمال يدير بوندا و 23 و ديازل يدير بوندا و 24. دونك حنا عندنا الريت لا كي تكونفرتيها يعني الدرام تاع الجزائر اسمها راك تشري بواحد 28000 الريت لا على بروفيتي في الجزائر يا خاوتي، عمر البلان و ودحس. دونك انا وصلنا لتيسكو دونك نشوفو غير بلاصه وين قاريو. هاو تيسكو علامه التجاريه تاعو تيسكو، تيسكو اكسترا محسوب، كاين تيسكو نورمال تيسكو اكسبريس وتيسكو اكسترا. اكسترا محسوب هو الكبير كاع ويخدم 24 ساعة على 24 ساعة. هذه هي شوية معلومات هنا ولهيك، غدوة بالك إن شاء الله اللي يجي لبريطانيا يكون عنده شوية معلومات ولو شحيحة شوية بصح اللي نقدر عليه نهضر عليه إن شاء الله. دونك هكذا أنا قارينا ونشوفوا العقلية الداخل كيفاش. لما تشوف الكار يعني الباركينج تاع السوبر مارشي هذا شاء الله ما شاء الله الدنيا كبير قاع.
الدخله راك تشوفوا دايرين دخله واحده سونسينيك دخله تدخل والاخرى تخرج من هيك على وهنا يعني شغل ترافيك لايت كي يجي خضر تدخل كي يجي احمر تحبس وهنا وين تنقي يديك على الكورونا وهنا الدخله هونك هذا هو تيسكو ما شاء الله اسمه كبير شويه هنا دايرين دي ستاسيون بارتي باش نقي يديك من الكورونا صافي نعطيكم واحد النظرة برك شوف ما شاء الله هذا شيكولا عم جايين واحد العيد تاعهم كيما حنا نقولوا محرم تاعنا ولا مش عارف ساعه هكذايا شوف شيكولا بواطه كومبلي ب 75 فيه ما دخلش ميم با بوندا شوف دايرين زوف سبيسيال يعني شغل هما يتهلاو في بعضهم ان شاء الله ربي يسهل علينا و والقلوب ترجع لبعضها ان شاء الله ونقول نترحموا بيناتنا ان شاء الله هناك تشوفوا الشيكولات والعفايس اسمع هذا دايم في الحوايج حوايج بجيها و هنا تنسى تاع دراري خلطة دراري هنا يا والفوق تاع بوشلاغم شلاغم من الفوق يعني الأسعار معقولة نعطيك اكزامبل هكذا شغل عبسة هكذا يا ألاي عباش باش نالاي هذي 12 بوندا 12 بوندا يعني سعر معلوق في هذا قوميلة تاعو هودي هذا كيف كيف المانجور 18 هذا شوية طالع هذا شبيب جانيت هذا فار اكزام 12 هذا الاصفر 12 كيف كيف ما فيها عليها نعجبني اللي جينا ديك الخطره جيت هنا اسمها شفت درت كانوا داير لهم ريديكسيون هادو اللي جين سينما كاع لا كواليتي كلش يعني لي بري في متناول كيما هذا بار اكزومبل 22 بوندا وكاين واحد اخرين رخاص كيما بار اكزومبل هكذا 16 بوندا هكذا في الكحل 16 بوندا يعني حاجه مليحه خرجوا من جهه الحوايج هاد الحوايج كتشوف على الله باش كاع الحوايج ومن الله دروات اسم الماكله ماكولات هنا بولونجي بولونجي بصح ما كان ماك انا بيناتنا خاوتنا شوفوا لي كولر منا بصح الخبز ما كان والو ني خبز ني باتيسري ني والو الخبز الخبز والعفايس هادو كاع في الجزائر ولا في فرنسا ما يسمى الديكور اكثر منها اي حاجه من الخضره ومشاكل هذوك الحليب الحليب وشنو الحليب هنا يا فلورا تسمع كاع حاجه مليحه هكا الساشيات 800 وراه تقطع ساشي وتخلي نصه في الطريق نصيب بدون هكذا يا تاع 3 ريتلات كاين تاع زوج ريتلات كاين تاع ريتلا ونص كاين من العفايس زبده ومشاكل شوفوا هذوك هذاك الماكر هذا كاين ولا ما كاش اليوم ولا ما كاش دونك نقلب لهم الطابله اليوم انا باسكو البارح جيت قالوا لي ما كاش واليوم نجي وكاين ما قبل ها الماكر كاين ما شاء الله هذا الصومو سي بريم ما كان شويه تنويع شنو ماشي حاجه كبيره
Oops. Thank you. Been frozen, yeah? No, no. Oh, hasn't been. Okay. So it's going to be by weight, not by each, as you said. Either by each. Ah, by each. Yeah, but it works out the equivalent to. Of it's the, normally cheaper than that. It's normally about £13. Uh huh. I'll tell you what. Put for me like 6 pieces and okay. see how it works out. To see by weight, I will know how much. I mean, how much comes on there. And actually, without skinless, isn't it? Skinless, yeah. Yeah, that's good. Actually, it tells us on here what it is in kilos. The all right. Okay. So them 6 in particular. How much was it? It will be £10.50, and it works out £12.80 a kilo. Right. Could I get three more? Three more. Yeah, three nice ones. That's three. Yep, that's fine. Dina, Shreya Somo, Shreya Mackerel. So that was 9, wasn't it? So that's now... Right. Well, £15.75. They were still £12.80 a kilo. Thank you so much. I actually think that's better value than, exactly. buying these. Yeah, I know. So, I know. Because obviously you're not paying for the head. And the, and the skin. That's the most... Exactly, yeah. Thanks very much. Thank Have a good much. Day. Thank you. Bye. Alhamdulillah. That's a banana as well. أنا اللي بات ما أنا حط في المسخون وكل. هذا هو تيسكو. هكذا كملنا لقديان على بركة الله نخرجوا من تيسكوس. جولة صغيرة في تيسكوس وما مولاها يعرف منها تيسكوس. الناس قاعد تسمع زاير اسمه تيسكوس. سوبر مارشي كيما لي سوبر مارشي الاخرين. وشنو قديم في هاد البلاد. وهذه الخرجة مقبل دخلنا منها. الخرجة دايرين نخرجها وحدها منها. وكي تخرج كانيت عندك انستاسيون باش ديزانفيكتي روحك. وهذه هي صحيتو. بارك الله فيكم على المشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم في فيديو لاحق إن شاء الله. السلام عليكم. هكذا كملنا لقديان على بركة الله نخرجوا من تيسكوس. جولة صغيرة في تيسكوس وما مولاها يعرف منها تيسكوس. الناس قاعد تسمع زاير اسمه تيسكوس. سوبر مارشي كيما لي سوبر مارشي الاخرين. وشنو قديم في هاد البلاد. وهذه الخرجة مقبل دخلنا منها. الخرجة دايرين نخرجها وحدها منها. وكي تخرج كانيت عندك انستاسيون باش ديزانفيكتي روحك. وهذه هي صحيتو. بارك الله فيكم على المشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوفكم في فيديو لاحق إن شاء الله. السلام عليكم.